الدكتور يوسف عيد قادم إلينا من الجامعة اللبنانية للمشاركة في أعمال مؤتمر جندلية الإبداع والنقد في الآداب والعلوم الإنسانية. مرحبا بك. لدينا ثلاثة أسئلة تفاعلية في لقاءات هامشية أو على هامش الندوة. السؤال الأول للدكتور السامي صباحا بتعريف الإبداع. الإبداع هو ما تراه أنت جديد تكتشفه ولم تكتشفه سابقا وليس خلقا، وما تراه إبداع يتعلق برؤيتك وثقافتك وفهومك أو كما أفسر يقال إبداع مسيرة شخصية. هذا التعريف يفرض علينا سؤال مترقب. من المعلوم أن المبدع يتجاوز نفسه ويمتد في محيطه في علاقة مع المتلقي، فإلى أي حد يستقيم هذا التعريف الذي قد يؤسس في نظرنا إلى أو لي أمانية المبدع في إغفال المتلقي؟ أشكر لكم إضافتكم، وأنتم معروفون بكلامكم الطيب تأسرون به من يقصدكم. أما مسألة الإبداع وما نتحدث به اليوم في هذا المؤتمر الكريم فهي مسألة فعلا أنا أعترف برأيي الخاص بأنها مسألة شخصانية. لماذا مسألة شخصانية؟ لأن من يبدع من وجود إلى وجود، من وجود إلى وجود. ومسألة الخلق يعني التضارب في المعنى بين الخلق والإبداع هي مسألة دقيقة جدا. فأنا أعطي الخلق للخالق فقط والإبداع أعطيه للإنسان. الخالق وحده يجعل من العدم وجودا، أما المبدع يجعل من الوجود وجودا لا متناهي في الجمال. هل هذا اللامتناهي، هذا اللامتناهي في الجمال يختزن الدهشة والقياسية والشمولية؟ لذلك يعتبر بنظر المجتمع عمل، يعتبر هذا العمل عملا إبداعيا، وصاحبه يقولون عنه إنه المبدع. هذه باختصار وببساطة كلية مسألة الإبداع في علاقتي مع المتلقي. المتلقي هو المجتمع، المجتمع هو المتلقي، هو الذي يحكم. يعني الذي يبدع لا يعرف أنه يبدع، يعيش الحالة، يعيش الحالة الوجدانية والعقلية الشمولية والمطلقة، ويخلق وجودا من الوجود ويتركه، فيأتي المتلقي يحكم على هذا الوجود الجديد بأنه عمل إبداعي، لأن المتلقي لم يرى مثله سابقا، لأن المتلقي لم يكتشف مثله سابقا، لأن المتلقي قد أثار فيه هذا العمل الدهشة كما أقول والقياسية، فيحكم على هذا العمل بأنه عمل إبداعي. أما ربما أن يأتي متلقي آخر قد حصل هذا العمل في ناحية من النواحي فتزول الدهشة لديه، فلا يكون العمل عملا إبداعيا عنده. إذن العمل الإبداعي باختصار محصور بين المرسل والمتلقي. بخصوص السؤال الثاني، قلت بأن الإبداع أداته اللغة الأم. عندما تحدثت عن الحواس، عفوا، نعم. أنا أسوق بحديثي الإبداع في اللغة الأم، وأخذت مثلا عن الحواس. كنت أستطيع أن أتحدث عن غير الحواس، لكن الحواس مسألة جديدة، مسألة مغرية، ومسألة أساسية في الإنسان. الإنسان من دون حواس ليس إنسانا. الحواس، من هنا أخذت أن الله قد زرع الإبداع في الإنسان بحواسه، فمن أجاد بالوزن
وتاجر بها جيدا. هذه الوزنة، الوزنة الإلهية، من تاجر بها جيدا كان هو المبدع. ومن لم يتاجر بهذه الوزنة بأي حاسة من الحواس، من لم يتاجر بها جيدا فليس مبدعا، هو إنسان عادي يا سيدي. وكلنا عاديون، أنا عادي وأنت عادي، إلا إذا أنت أقدمت على عمل مبدع والمتلقي رآه عملا مبدعا فيقول عنك أنك مبدع. لا أقدر، يعني لماذا نأخذ من الإبداع هالة أسطورية؟ الإبداع ليس له هالة أسطورية. الإبداع عمل دؤوب في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل مجتمع. وما هو مبدع اليوم، مبدع اليوم ربما غدا لا يكون مبدعا. شوف كيف عملية متطورية الإبداع، الإبداع انفتاحية. الإبداع هناك، هناك اللغة الأم، ثم هناك الهوية الثقافية. نعم. التي تحملها المبدع. نعم. هل يمكن الحديث عن إبداع لمبدع ما بأكثر من هوية ثقافية واحدة؟ طبعا. تحدث عن اللغة الأم، اللغة الأم التي يتقنها المبدع والتي يرى فيها إمكانات مريحة للإبداع أكثر أو للتعبير الفائق، هل يمكننا أن نقول أن هذا المبدع يبدع من خارج لغتي أو من خارج هويتي الثقافية الأصلية والدخول في هويتي الثقافية أخرى، أي أكثر من هوية ثقافية؟ شكرا للسؤال، شكرا للسؤال. الهوية أو الهوية الثقافية شيء، الهوية الثقافية شيء، والعمل الإبداعي أو المبدع أو ما يقدم عليه الإنسان شيء آخر. قد يستخدم الخزين الثقافي لإبداعي، وقد لا يستخدم هذا الخزين لإبداعي. وأحدد فأقول، من المحسن ومن الأفضل لكي يكون مبدعا الإنسان أن يكون على اطلاع ثقافي هائل، لكي لا يقع في التقليد، لكي لا يقع في المحاكاة، لكي يكون عمله عملا متفردا. ففي التفرد طريق نحو الإبداع، في التفرد، في التميز طريق نحو الإبداع. أما التميز وحده فلا يعمل الإبداع، أما التفرد فلا يعمل الإبداع. إذن الثقافة عنصر أساسي في العملية الإبداعية، في التفكير الإبداعي عنصر أساسي، لكن ليس وحده العنصر، هذا العنصر ليس وحده من يعمل الإبداع، لا. أما الذي يعمل الإبداع الثقافة والتراث، التراث والثقافة، وأيضا الخروج من الذات إلى الآخر. قبول الآخر هو طريق نحو الإبداع، قبول الآخر. اللغة الأم التي تحدثت عنها سيدي مصطفى، اللغة الأم هي بتعريف المتواضع هي اللغة التي يحس بها الإنسان أنه يبدع، ويجد فيها، يخرج، يقشر ذاته، يخرج من ذاته إلى ذوات الآخرين فيلاقي ذاته في ذوات الآخرين فيبدع. هذه هي اللغة الأم. وهذا لا يعني أن تتخلى عن لغاتك الأخرى، انتبه. لا لا لا، أنا لا أدعو الاستقلالية في اللغة، أنا أدعو إلى تحديد مسار اللغة المبدعة، وسميتها اللغة الأم لأنك تستطيع أن تكتب أي نص. مثلاً أقول لك بصراحة، أنت ما قدمناه اليوم في المؤتمر وما يقدم في المؤتمر بعد الآن ليس إبداعاً، ليس إبداعاً، إنها نصوص تواصلية، تخاطبية، إبلازية، تفهيمية، توصيفية، إلى ما هناك، ليس إبداع. نصي ونص غيري يعني ليس إبداع، مش ما حدا يفكر إنه إذا حكيت أنا عن نص آخر إنه. أنا ذكر كتراث إشكالية الحداثة وتراث الآثار المعاصرة عندنا في المغرب، أستاذ افتتاح كيلتو يكتب عن التراث وينقب عن التراث بلغة فرنسية مثلا. نعم. علاقة التراث أن نلقب في تراث أصيل مكتوب بلغة عربية بلغة أخرى، لا لا لا، اللغة التي يرتاح بها يجب أن يعتمدها، يجب أن يعتمد اللغة التي يرتاح بها، ينقب في التراث بلغته التي يرتاح إليها.
إذا كانت العربية هي اللغة التي يرتاح إليها ويجد نفسه فيها فهو طريق نحو الإبداع، وإذا لم يجد نفسه فيها فليقوى عن اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، أي لغة، اللغة الأمازيغية يا سيدي، اللغة الأمازيغية، إذا رأى نفسه أنه في اللغة الأمازيغية يقدم هذا التفرد وهذا التميز فهو مبدع، واللغة الأم لديه هي اللغة الأمازيغية وليس اللغة العربية، وإن يتحدث العربية. شكرا. سؤال أخير، قلت قاعدة جميلة، استمعوا جيدا لتفهموا جيدا. نعم. ماذا عن السماع الصوفي في علاقته بالعمل الإبداعي؟ هناك السماع العادي كما يسمى. أنا لا أقصد السماع، فهمت. لما أقول منك قلت السماع الصوفي، أنا تتحدث عن السماع العادي، السماع للهواز، عندي عن السماع الصوفي، السماع للكون مثلا في علاقته بالإبداع. هو تحدثت أنا فيما تحدثت عن حديث النفس، وحديث النفس هو السماع الصوفي. حديث النفس، حديث الروح هو السماع الصوفي. لكن يا سيدي في شغلة أساسية في الحديث الصوفي، في الحديث الصوفي والسماع الصوفي، ليس كل من دردش قليلا ووحد قليلا وأقام بعض الفولكلورات الغير المرغوب بها أو ما يراها مناسبة طريقا نحو الصوفية هو يتجه نحو الصوفية. الصوفية كلمة كبيرة جدا، مسؤولية كبيرة جدا في الإنسان، وهم معدودون على الأصابع من هم أرباب الصوفية، معدودون على الأصابع، على الأصابع وليس على أصابع اليد الواحدة، وليس على الأصابع اليدين. هؤلاء أرباب الصوفية لأنهم فهموا أن الانتقال من الأنا إلى الآخر حيث يكون هو قتل الأنا في الآخر، قتل الأنا في الآخر بكل شيء. أما أن تتخذ الصوفية منحا للدروشة ولبعض الحركات غير المرغوب بها فهي لا تلتقي مع المسيحية في شيء، تلتقي مع المسيحية فقط في الكلام الذي قلته، الارتقاء إلى ما هو إلى المرتقى الصفا، إلى الصفا. أهلا وسهلا بكم حبيبي، أنا أشكرك يا سيدي، وأنا أتمنى لجامعة مولاي إسماعيل الخير والبركات والنعم، وسأحاول في بريد ما أن أرسل إليكم بعض مؤلفاتي الأربعين.